وينك انت؟ ليش ما عم تبين الحاره؟ ياسين ياسين لك شو هاد؟ ليش هلا؟ والله علمي علمك، بس اكيد في شيء، لانه هو صار له حصه غايب عن الحاره. لك يا ترى شو القصه؟ شرف لي اخبر الزعيم. مصيبه يا ابونا مصيبه. خير شو في؟ هلا انا وجاي لهون، في اثنين من اهل حارتنا شافوني وهلا بيكونوا راحوا خبروا الزعيم نوري وهلا بكون جاي لهون. يا لطيف. طيب هدي هدي. لك شلون بدي هدي؟ عم اقول لك شافوني شافوني. اسمع شو بدي اقول لك ياسين، انت خليك هون بالكنيسه، اوعى تغادر، انا رح اجيب الزعيم ابو بطرس ونجي لعندك. بس لا تطول، الله يوفقك. طيب ماشي ماشي، مع السلامه. السلام عليكم. سلام. طمنوني. سلاح وصل وصار عند تذكرتي. عفاري ما عليكم، حدا شافكم؟ مو عيب زعيم. ايه الحمد لله. بتعرف مين شفنا هنيك زعيم؟ مين؟ ياسين الفتال. شو؟ ياسين الفتال؟ ايه، ولما شفته ما بعرف شو صار له، خاف وارتعب، لحقته لشوف شو بو ما عاد لحقته. ايوه. روحوا انتوا ارتاحوا، والله معكم. بتأمر بشي زعيم؟ الله معكم. سلام. السلام عليكم. الله معكم. يا زعيم الحق، اثنين من شباب الحارة شافوني هون بالقشلة وهلا بيكونوا راحوا لعند الزعيم نوري وخبروه. أول شيء هدي، لأنه أنا ما بحب اللي بيخافوا. ثاني شيء لا تاكل هم. شلون ما أكل هم يا زعيم؟ أنا لازم أطلع من هون بسرعة. لوين بدك تروح؟ على أي قرنة؟ المهم ما يجي الزعيم نوري ويشوفني هون. لك أنت بحماية أبو بطرس. لا نوري ولا ألف واحد مثل نوري بيقدروا بيصلوا لك طول ما في نفس، بيطلع وبينزل. شو بدي اقول؟ الله يديم عزك يا زعيم، والله يطول بعمرك. اقعد وهدي ولا تاكل هم. ما حدا بيصل لك طول ما انا هون. يلا، السلام عليكم. عليكم السلام. خلصنا ياسين؟ ما اقتنعت من كلام الزعيم ابو بطرس؟ بلا يا ابونا بلا. بس الزعيم ابو بطرس ونوري اصحاب، وانا ما بدي تنتزع هاي الصحبه من وراي. لا تخاف، باذن الرب ما بيصير شيء. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. في عونك والله، لو جبال كان هد مسكين، لا نومتك نومي ولا عيشتك عيشي. آخ يا أهل حارة اللوس، لو بتعرفوا مين خسراني. Lean!
يا ميت مرحبا. أهلين بزقرتي. هلا بفاضل. يا ميت أهلين وسهلين. خير إن شاء الله جايين بالليل. إيه والله يا زقرتي، بصراحة في عندي شاب هربان مني ودريت إنه متخبي عندكم بالإشلي. قصدك ياسين الفتال؟ هو بتعرف وينه؟ طبعا بعرف. دخيلك مشان الله ضلني عليه. شايف الكنيسة؟ ايه ياسين جواتها. لوين يا نوري؟ رايح اشرب من دمه لهالواطي. دخت السبع دوخات لحتى لقيته يا زقرتي. بس ياسين بحمايتي وانا عطيته الامان. انا بشبابي ما تراجعت عن حمايتي لحدا. بدك يعني هلا اتراجع؟ شلون يعني يا زقرتي؟ شايف الخط يا ابو فاضل؟ هذا الخط اذا تخطيته ما راح يحصل طيب. هاي الاشلي وباب شرقي والايمريه كلهم قدامك، وايمتى ما حبيت تجي تشرب شاي او قهوه عندي يا ميت مرحبا، واذا حبيت تزور حدا كمان هون يا اهلا وسهلا وميت مرحبا فوقهم. يعني الصدر إلك والعتبة إلنا، وإذا بدك ولد من أولادي لعيونك يا أبو فاضل. بس ياسين بحمايتي وتحت رعايتي، يلي بيقرب عليه كأنه قرب علي. لا يا زعيم لا، مشان الله أحكي غيره. قلت لك دخلت سبع دوخات لحتى لقيته. هذا واحد واطي يا زعيم، ما بصير تعطي حمايتك. ليش واطي بقى؟ زعيم هذا كشف على حريمي بالقرعة، ضحك على أختي يا زقرتي. لا يا نوري، ياسين ما لعب على أختك، ياسين بحب على أختك. والحب لا هو عيب ولا هو حرام. بجوز غلط لأنه ما أجا وطلب إيدها منك، وكمان بجوز غلط لأنه كان يشوفها مع الأسطوح. بس هيك أغلاط ما بصير ينقتل مشان الواحد. ياسين بيحبها لأختك وشاريها وبده يتجوزها. لا يا زقرتي ما فشار. هذا حقك، هي أختك وما فيني أنا أجبرك أنك تجوزوا إياها. بس ياسين شاب طيب ومؤدب ومربى وبيحبك كمان، وما رح تلاقي أحسن منه لأختك. أنا ما كون بدالك كنت بجوزهم اليوم قبل بكرة، وانت بتعرف ليش يا زقرتي. بتعرف هذا ياسين اللي انت اعطيه حمايتك مين بيكون؟ مين؟ ابن خالته الواطي اللي قتل عمي، اللي قتل كبيرنا يا زقرتي، اللي قتل زعيمنا. شلون انت بتعطيه حمايتك؟ شلون؟ اول شيء عبود ما هو واطي. عبود زلمي قبضاي وزقرت ومدوخ الفرنساويين، وكل يوم عم يقتل منهم اربعة خمسة الله بيعلم قديش. ثاني شيء أنا عطيته الأمان لياسين لأنه ابن خالته العبود. هيك لكان يا زقرتي. أنا ما بدي إياك تزعل مني، وأنت بتعرف أنا قديش بحزك، بس إني سلمك ياسين؟ لا. خاطرك يا زعيم. طب فاضل، بدي احكي معك كلمة قبل ما تمشي. روح دور على اللي قتل عمك ابو شكري، وحاجة تظلمه لعبود، اتركه بحاله. شو بتقصد يا زقرتي؟ بعدين تفهم. قومي اعملي لي فتلة. قومي ولي احسن ما عملك. ها قومي يلا فتلة هيك شغلي نظيفة غير خش. انا كمان رح اغني لك شغلي ثانية. اسمعي شوفي
على جهنم يا أبو سليم الواطي. أول شيء عبود ما هو واطي، عبود سلمي أبو طاي وسكرت ومدوخ الفرنساويين وكل يوم عم يقتل منهم أربعة خمسة الله بيعلم قديش. تاني شيء أنا عطيته الأمان لياسين لأنه ابن خالته العبود. بدي أحكي معك كلمة قبل ما تمشي. روح دور على اللي قتل عمك أبو شكري وحاجة تظلمه لعبود، تركه بحاله.